بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان موديل 2015، عربيه فابريكه بره وجوه، للاستاذ محمد من منطقه الجماليه بمحافظه القاهره. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه، ايه رايك في العربيه؟ العربيه 10 على 10 لازم تكون بقى. تمام، حاجه زي الفل والله. من وشك خدت عربيه فابريكه بره وجوه؟ ولا بره ولا جوه، وحاجه زي الفل ما شاء الله. خدت بالتقسيط المباشر ودفعت واستلمت على طول؟ واستلمت وقتي وانا واقف. طب المعامله بتاعت الناس ايه رايك فيها؟ لا فوق ال 10 على 10 والله. ما حدش تاثر معاك في حاجه؟ لا خالص صراحه. تمام، ربنا فوق ال 10 على 10. طب الناس اللي بتتابعنا دلوقتي على اليوتيوب تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم المعرض ده ناس فوق ال 10 على 10. تمام 100 والله. مرضي يعني عن المكان؟ مرضي. تمام. محدش بيعمل اللي انتوا بتعملوه. ماشي. الاستاذ برضو حابين نعرف رايك في العربيه ايه الاول؟ لا العربيه زي الفل، 100 فل و10. تمام، فابريكه بره جوه؟ اه الحمد لله زي الفل. تمام قوي. خدت عربيه بالتقسيط المباشر؟ اه الحمد لله، واحلى ناس هنا. طب قول لنا كده على سهوله الاجراءات اللي حصلت معاك. الاجراءات كلها سهله، وصوره البطاقه والتقسيط مباشر، وحاجه كويسه قوي يعني. دفعت واستلمت وانت واقف على طول؟ وانا واقف. اه الناس اللي بتتابعنا دلوقتي تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم اي حد عايز عربيه يجي المعرض هنا، ناس تمام. تمام يجي معرض غصن الزيتون. غصن الزيتون ارض الممنوعات. تمام يا باشا. طيب انت عرفت طريق المعرض منين يا باشا؟ من على النت. انت متابعنا على النت؟ تابعك على النت. تمام اهو. في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديكم خيرها وفيكم شرها ان شاء الله. ماشي يا استاذ، بسلم عليكم ان شاء الله. رعايه الله يا استاذ. رعايه الله يا استاذ.